شكرا ترامب. هكذا عنون عبد العظيم صالح رئيس تحرير صحيفة آخر اللحظة عموده الراتب خارج الصورة اليوم، وكتب في مقدمته: تاني ما دايرين شعارات، تاني ما دايرين تنظير، تاني ما دايرين تعاطف، تاني ما دايرين شتارة، تاني ما دايرين خروج عن النص. وعلق على ما ابتدر به عموده من نصائح بأنها خواطر جالت في رأسه وهو يقلب القنوات صباحا ويستمع إلى خبر قرار ترامب القاضي برفع القيود عن سفر سودانيين إلى أمريكا، وأضاف: لقد عانينا من هذا القرار الظالم السوداني العادي الذي لا يحمل في يده سكينا، فكيف يتحول بين يوم وليلة إلى متهم تحت لائحة الإرهاب؟ ومضى يقول إنه كان يضحك من سذاجة الأسئلة التي يتعين على السودانيين الإجابة عليها في معاينة التأشيرة في السفارة الأجنبية عندما يسألونه: هل أنت إرهابي؟ وهل التحقت من قبل بمنظمة إرهابية؟ هل في أسرتك إرهابي؟ ومضى يؤكد أن لوائح الإرهاب وقواعده لا تنطبق على السودانيين من قريب ولا بعيد، وهم لا يفهمون هذه العبارات ولا مدلولاتها. وأشار صالح إلى المعاناة الكبيرة التي طالت السودانيين جراء هذا القرار، ولابد من أخذ العبرة والمحافظة على النتيجة الإيجابية التي أتت بعد جهود كبيرة من الأجهزة الأمنية والسياسية والدبلوماسية. وفي الختام قال صالح: النتائج التي تحققت كبيرة، وهناك تفاؤل كبير برفع العقوبات كاملة عن السودان.